يا مساء الورد على كل جمهور اخر النهار في كل مكان ومعادنا الاسبوعي واوف سايد. يا مساء السعاده والهنا. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ تامر؟ ازيك يا انسه ولاء؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله في نعمه. استر يا رب. طيب استاذ تامر بصراحه كده اخدت حبايه الضغط ولا لسه النهارده؟ لا انا باخدها بالليل، انا بستناكي لما ترفعي الضغط وبعدين اخدها عشان ما يرتفعش مرتين. طب انا عايزك تهدى وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كده، عشان اللي انا هقوله لك دلوقتي هو يرفع الضغط لاي حد بصراحه. نعم. اتحاد الكوره هيطبق نظام اسمه دوري المحترفين زي جيراننا والدول اشقائنا، مش هنروح بعيد، هنقول بس لحد اشقائنا مطبقين النظام ده من فتره طويله. فاحنا هنطبقه ازاي؟ مش زي بقيه الناس، لازم نحط كده التاتش بتاعنا. اللي هو ازاي؟ المفروض ان كان الاول الدوري الممتاز بتاع الاهلي والزمالك، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع. جينا احنا نطبق نظام دوري المحترفين على القسم الثاني بحيث انه كان الاول ثلاث مجموعات الصعيد والقاهره وبحري عشان يلعبوا يكونوا قريبين من بعض، لان الفرق هتبقى كده تتكلف تكاليف كتير جدا عشان تصرف على السفر رايح جاي. على سبيل المثال اسوان لو هيلاعب سموحه مثلا فيسافر اسكندريه كده، يعني موضوع كبير. يعني جم قالوا مش هنعملها ثلاث مجموعات، اولا هنسميه دوري الممتاز الف وب، القسم الثاني الف والقسم الثالث ب. هنعمل ايه بقى في الثلاث مجموعات اللي في القسم الثاني؟ هنعملهم 20 فريق، تمام كده؟ نرجع تاني للممتاز بتاع الاهلي والزمالك، المفروض كل سنه بيهبط اخر ثلاث فرق ويصعد من ثلاث مجموعات بتاع القسم الثاني القديم ثلاث فرق اللي هي رؤوس المجموعات. لا، اما يبقوا 20 فريق هنصعد بس فريقين، الاول والثاني، تمام كده؟ طب الثالث هنعمل ايه؟ انزل تحت على القسم الثالث سابقا اللي هو الممتاز بيه دلوقتي مع النظام اللي هيتطبق ان شاء الله. الفرقه دي هنجيبها ازاي اصلا؟ يعني القسم الثاني الدوري الممتاز بيه هيبقى ست مجموعات، هناخد رؤوس الست مجموعات هيبقوا ست فرق، نعمل بينهم نظام دوري تصفيات، ناخد منهم ثلاث فرق، وبعدين الثلاث فرق دول هنطلع تاني على القسم الثاني اللي هو دوري الممتاز ألف، ناخد المركز الثالث، مش الأول والثاني صعدوا مباشرة على الممتاز، هناخد بقى المركز الثالث، ناخد الفريد على الثلاثة اللي تحت بأربعة، يلعبوا نظام تصفيات، نطلع منهم بفريق يصعد على الممتاز. بيانات واحتجاجات من فرق غير قادرة طبعا وما عندهاش التكاليف، وفي حاجات مش عاجباها، لأن هنا حاجة كده اسمها يعني مبدأ تكافؤ الفرص، اعتراضهم مش هيكون كده في مبدأ لتكافؤ الفرص. ما مثلا واحد زي صالح الشافعي اللي هو رئيس نادي أسوان قال أنا أولى ليا إن أنا أقع في القسم الثالث اللي هو الممتاز به اللي مع نظام الدوري المحترفين الجديد، هيكون لي عندي فرصة أكبر وعلى الأقل هلعب في مجموعتي، ألعب مع جيراني، مش هضطر أسافر ولا أصرف كتير لأني ما عنديش فلوس، وهيبقى عندي فرصة إن أنا أصعد للممتاز مباشرة. هو اتحاد الكرة بيعمل إيه؟ خلاص خلصتي؟ خلصت. انا بقى على فكره انا ماليش دعوه، اتحاد الكوره هو اللي عامل النظام ده. لا بس انا متهيألي انت اتكلمتي دلوقتي حبه تكفيكي ثلاث ايام قدام اهو. لا ده لسه عندي كتير. يعني مش عايز اضايقك لو قلت لك ان انا تقريبا ما سمعتش منك حاجه. ليه؟ ولا فهمت حاجه. اعيد تاني. لسبب. نعم؟ اعيد تاني. لا ده هناك بقى. بصي يا استاذ علاء. اتفضل يا فندم. عشان نخش في التفاصيل والكنافه اللي محشيه طرشي اللي انت قلتيها دي، مش انت الكنافه انا فاهم. لا 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 انا سمعتك وفتحتش بقي. طب قلت عليه صغير؟ لا صغير. لا لا انا سمعتك وسبتك تقولي كل الكنافه المحشيه طرشي دي، لان دي كلها تفاصيل وانا مش معني بيها. ليه؟ بس بحاول انقي الفاظي بس عشان ابقى محترم حتى النهايه. عشان اللي بيتكلم في التفاصيل لازم يبقى متفقين على المبدا. تمام. يعني ما ينفعش اقول لك تعالي نتكلم في تفاصيل الشبكه بينا عامله ازاي لو احنا هنخطب بعض واحنا اساسا مش مخطوبين. اه. صح؟ اه على اساس ايه هتقول لي تفاصيل الشبكه؟ مظبوط. يعني ينفع اقول لك شبكتك بتحبيها ازاي وانا اساسا ما قلتلكش عايز اخطبك وانت قلت لي موافقه؟ جنان. صح؟ يمكن جايب لي عريس. ما تخليش بقى اخبطك بحاجه على البتاع. خلاص.
اهدى بالله. ما ينفعش اقول لك تحبي نقضي شهر العسل فين واحنا اساسا مش اصحاب، مش عاملين فاتحه. مظبوط. طيب خلينا بقى نطبق الكلام ده على اتحاد الكوره، قصدي على الكنافه بالطرش اللي اتعمل. اصبري بقى على رزقك، اصبري على، انا قلت لك انت اتكلمتي وما حبيتش اقطعك رغم ان انا من اول ثانيه اقول لك ستوب، لان كل اللي بتقوليه ده هري. مش انت مش انت اللي بتنقليه عنهم. تمام. لكن انا اديتك فرصتك برضو وطلعت كل البنزين اللي جواكي. عشان نخش في التفاصيل اللي هي مش تفاصيل اساسا وكلها لخبطه وشعبطه وبهدله لكل الانديه. لازم نبقى متفقين على المبدا انه ده دوري محترفين، مش ده العنوان؟ صح؟ مين بقى اللي محترف؟ يعني عشان نعمل حاجه اسمها دوري محترفين ده لازم يكون في نظام احترافي متكامل. تمام. مظبوط؟ تمام. انا بسال حضرتك اهو، بسال الساده المشاهدين وبسال البهوات اللي حطوا هذا، مش هقول النظام لان ده مش نظام، اللي حطوا هذا اللا نظام. هو مين المحترف؟ هل احنا الانديه عندنا في مصر انديه محترفه؟ لا. اتحاد الكره محترف؟ يعني هسيب الناس بقى هي اللي ترد، عشان انا هقول كلام يعاقب بقى القانون، فهسيب الناس هي اللي ترد في الكومنتس والتعقيبات. لا محترفين ولا هواه حتى، يعني لا قربوا من ده وده، دول ناس كده على باب الله جايين الحمد لله يعني فتره وهيقضوها ويمشوا. فبأمرت ايه بتعمل دوري محترفين؟ وبعدين انهي نظام اللي شفته في دولة من دول العالم وحبيت ان انت تطبقه بما يتماشى مع الاندية المصرية اللي هي كلها، انا عمري ما شفت نظام. الطبيعي ان ايه؟ انه البعض يرحب بيه والبعض يرفضه. اكيد. البعض يقول ايوة ده في مصلحتنا والبعض يقول لا ده يظلمنا. لكن عمرك شفت نظام الكل رفضه؟ يعني 90% عشان ما اقولش الكل، 90% من الاندية طلع بيانات احتجاج ورفض وشجب وايه اللي بتعملوه ده واحنا اساسا متبهدلين وما عندناش نفقات وبالعافيه بناكل اللعيبه وبنشربهم وبنصرف لهم مستحقاتهم وساعات بناخد توك توك عشان نروح نلعب المباريات لان ما عندناش اتوبيسات وكذا وكذا، فكمان بتبهدلونا فوق البهدله. وزي ما انت قلت بقى كمان غير مبدا غياب العداله تماما وتكافؤ الفرص. فعشان كده بقول لك اوعي تكلمي في التفاصيل. تفاصيل ايه؟ انتوا مين؟ انتوا مين وبتعملوا ايه؟ صحيح يعني انتوا مين وبتعملوا ايه؟ ده في دول، ده الاتحاد الانجليزي مش حط جدول الدوري بتاع الموسم اللي جاي، ده كل الفرق عارفه هتلعب ايه وهتريح امتى وهتصحى الساعه كام وهتتغدى الساعه كام لحد سنه 2025، وابتدوا يقول لك احنا البطوله المجمعه اللي هتتعمل 2025 مش عارف كذا، عايزين دي ناس من كوكب تاني، وده مش عارفين احنا لسه اساسا كاس مصر اللي فات هيخلص امتى؟ مش الموسم خلص؟ الموسم خلص وكولر في سويسرا وعم اوسوريو في كولومبيا وكل الناس روحت، لكن الموسم بتاع لسه ما خلصش. عندنا كاس مصر واصلين بتهيألي الدور اللي كام مش فاهم، حاجه فضيحه فضيحه. ناس تانية بتلعب بطوله عربيه وبتتمزج فيها كده في الصيف ومش عارف ايه وبتاع، واحنا مش عارفين احنا رايحين فين وجايين فين، والحاج ربنا يكرمه فيتوريا بتاع اتحاد الكوره ما هوش عارف يحط ولا يسكن معسكرات للمنتخب واحنا داخلين على تصفيات كاس العالم عشان ما عندوش جدول اساسا يسكن عليه. فعندك بزراميط باللوبيا. فيتور بيريرا اللي جه خلف الكلاتنبرج لتطوير الحكام ومستواهم بيشتكي بيقول انه مش لاقي حتى وقت يعمل معسكرات عشان يدي دروس محاضرات للحكام، حتى فيتور بيريرا. صح. ايوه. بصي اقول لك حاجه، بعيدا عن المدربين المصريين اللي هما مش هيقولوا الحقيقه. ليه مش هيقولوا الحقيقه لو سالتيهم يعني؟ عشان سبوبتهم رزقهم ان هم يلعبوا وان اتحاد الكوره يبقى تمام معاهم فيطلعوا يدربوا الثلاث اربع جولات دي في نادي وبعدين يقالوا لسوء النتائج فيمسكوا نادي ثاني الاسبوع اللي بعده، فيقالوا لسوء النتائج فيمسكوا نادي ثالث بعديه، حاجه كراسي موسيقيه عجيبه لا تحدث الا في مصر. فعمرك ما هتاخدي جواب شافع نافع من المدربين المصريين عشان هم ممكن يكون جواهم كلام بس هم بيراعوا اللي ماسكين الكوره. لكن اسالي المدربين الاجانب اللي بيشتغلوا في مصر. اسالي، انزلي كده بالكاميرا معاكي مره، انا هديك كاميرا برنامج اخر النهار كده، وانزلي اعملي انترفيو مع كولر ومع اوسوريو ومع الراجل بابا فاسيلو ده ومش عارف مين تاني عندنا باجنبي في وباتشيكو بتاع بيراميدز، دول الاربعه اللي انا فاكرهم. مش فاكر الراجل الكرواتي بتاع الاتحاد بتاعي سافر، بتاعي سافر وساب الاتحاد بتاع تحت سكندري. سيب خلاص. كويس. انزلي الاربعه دول، لو لقيتي واحد فيهم واحد هيقول كلمة لها علاقة بنظام الدوري المصري او ايجابية الدوري المصري او كذا، انا بقول لك انا هعتزل الاعلام والرياضة وهروح ابيع سبح على ناصية الحسين.
انت بقى تصرفي معايا بقى. صبيه بياع السبح. صبيه بياع السبح. موافقه. ماشي. مش هتلاقي حد مش بس حتى يشكر ده اول ما تدوسي على الزرار بس. امبارح ولا اول امبارح بابا فاسيلو مطلع بيان وتصريحات كان الظاهر في انترفيو مع حد. فكان بيتكلم عن مستقبله وقال كلام حلو عن ان هو بيدرب البنك الاهلي وعنده مشروع لمده 3 4 سنين مع البنك الاهلي وكل الكلام ده تمام. بقيه الحوار كله ايه؟ مشاكل الدوري المصري. اسمعي بقى من المنقي خيار زي ما بيقولوا. لا في تنظيم ولا انت عارفه مسافره امتى وجايه امتى ولا انت عارفه الدوري بتلعب ايه ومره واحده تبقى بتجهزي الفرقه كذا فيبلغوك ان لا الماتش ده اتلغى وهتلعبي مكانه المصري البورسعيدي بدل ما تلعبي غزل المحله ومش عارف ايه والاجازات تبقى طويله وابقى انا لاعب فرقه مثلا زي الاهلي. الاهلي بيبقى لاعب مثلا كل 3 ايام ماتش وانا مريح 40 ماتش 40 يوم عشان كان ما عنديش ماتشات وبتاع ففرق مش عارف الايه ومره واحده يقول لك الملعب ده بدل الملعب ده. فمش هتلاقي حد مش يشكر يقول كلمه عدله لا في النظام بتاع الدوري ولا في اتحاد الكوره ولا في اللجنه مسابقات ولا في الجدول ولا في اي حاجه. يبقى بالتالي انت عندك خرابيط في خرابيط. بتتكلمي بقى في الخرابيط إيه بقى؟ هي دي وصلت. فهمتي بقى الفكره الاولانيه؟ وصلت. بتتكلمي في ايه؟ بتتكلمي في شهر العسل واحنا لسه ما اتعرفناش على بعض. يعني بتقولي هنقضي شهر العسل فين؟ واحنا لسه بنتعرف على اسماء بعض. انا عايزه اقول لك ان انا عشان اوصل ان انا اشرح ده بالبساطه اللي انا شرحت بيها دي، والله انا قعدت يوم كامل افهم ايه النظام اللي عايزين يعملوه. وعايز اقول لك انه كتر خير مجهودك، بس لا انا ولا حد من المشاهدين فهموا حاجه من اللي انت قلتيه. لا ما هو في ناس انا اتكلمت معاهم وانا بشرح لهم اللي هو عاملين لي كده. ايوه طبعا. في ايه؟ طبعا. حاجه والله العظيم هي ايام وبنقضيها. ربنا ان شاء الله يكرم الكره المصريه يا رب. يكرمها بالتطور والتقدم ان شاء الله على ايد اللي يجي يطورها. ايوه شكرا. ايوه هو ده الكلام اللي ايا كان مين هو. اللهم ولي من يصلح يا رب يا رب. وسوريو بقى فاجئنا في البطوله العربيه انه بيلعب بشكل عقلاني، قفل ملعبه حتى ما استقبلش اهداف كتير. انت شفت حتى اخر ماتشين اللي هم الشباب والنصر في كده عقلانيه وفي طريقه ما فيش لا الشباب لا فتحه بس النصر الصدر حتى الشباب انا اصل الشباب ده هو ماتش الصعود فكانت سقطت اسوري في هذه المباراه. يعني عمل ماتش حلو جدا قدام الاتحاد المنستيري وعمل ماتش اكثر من رائع قدام النصر والدليل على قوه النصر او ان النصر وصل للنهائي مع الهلال وهيلعبوا يوم السبت مع بعض. فعمل ماتش رائع. تيجي بقى في ماتش الصعود اللي هو الماتش اللي انت تضمنه اللي هو ايه بقى عشان انت مش ضامن ماتش النصر، انت كنت لسه مش عارف هتعمل ايه مع النصر. فالمفروض ان انا العب على ان انا اكسب او على اقل التقديرات ان انا ما اخسرش. ما يدخلش في اهداف. لكن ان انا مش بس عشان البنالتي عشان في حد زملكاوي دلوقتي هيرد عليا يقول لي تمام ما انت شفت البنالتي كان ظالم. اه البنالتي كان ظالم. بس في المقابل والزملكاويه يعترفوا ان الماتش ده الزمالك ما قدمش حاجه. لا في الشوط الاول ولا حتى في الشوط الثاني اللي كان نازل فيه خسران 1-0 فقلت بقى هينزل ياكل النجيله ولا حاجه. كان سوريو رافع الرايه البيضاء ساعتها. طب تفتكر الشكل العقلاني اللي لعب بيه قدام النصر له علاقه بالتصريح اللي قاله انه لما بيلعب كره هنا في مصر شايف ان الكره المصريه على حد كلامه هو متاخره يعني من 30 سنه فاتوا فبيلعب بقى الطريقه اللي هو اللي بنشوفها هجوميه ومش مامن دفاعاته. بص بصفه عامه انا بحترم كل الناس بس بصفه عامه انا مش عاجباني تصريحات سوريو لا دي ولا اللي قبليها. وعنده كده حته فلته في التصريحات. هو مدرب عظيم وكبير وسيره ذاتيه تشهد له وبعض البصمات اللي عملها في نادي الزمالك دلوقتي تقول انه ممكن على الموسم الجديد نلاقي فرقه قويه لنادي الزمالك ان شاء الله. بس انا بتكلم بقى على الكاركتر شخصيه المدرب. في شخصيات بتبقى متعمده الاستفزاز زي مثلا مورينيو اللي هو السبيشال وان. طبعا هو قاصد انه يستفز سواء اللاعبين او المدربين المنافسين او الصحافه في المؤتمرات الصحفيه. هو قاصد وعارف بيعمل ايه. لكن هنا اوسوريو مش بيستفز، هنا اوسوريو بيغلط. يعني بيزعل الناس منه. بيزعل الشعب المصري منه، بيزعل الاعلام منه، بيزعل المسؤولين منه. وانت مش دورك انت تزعل الناس، بالعكس حتى لو ليك انتقادات تتقال بشكل لطيف، لكن ما يجيش يقول الكره المصريه متخلفه 30 سنه عن الكره العالميه. ومش فاكر من اسبوع او اسبوعين كده كنا بنتكلم انا وانت هنا في الحلقه عن حاجه برضو اساء التعبير فيها مش فاكر كانت ايه، ان احنا ما بنشجعش مواهبنا المحليه ولان هو لما جه في جهازه ما جابش غير واحد بس اجنبي واستعان بالمصريين. يعني لا مش دي، لا ده بالعكس دي حاجه كويسه.
هي ان الدربي مش مهم، دربي القاهره مش مهم غير عندنا هنا، في دربيات اهم منه. هو ده الدربي القاهره مش مهم، مش عارف. ولا التصريح الاهم الوحش قوي لما قال لك انه الكره المصريه مش موجوده على الخريطه. متاخره انتوا من 30 سنه. لا مش متاخره بقى، الكره المصريه مش موجوده على الخريطه ويعني ما حدش مهتم بيها ولا ليها لازمه وبتاع. ما عشان كده بقول لك هو بيلعب بالطريقه دي في مصر وهناك في البطوله فساعتها العربيه. انا قلت لك في الحلقه ساعتها قلت لك امال حضرتك مشرفنا ليه لما هي الكره المصريه مش مهمه ومحدش بيتابعها ومحدش يعرف لا اهلي ولا زمالك ولا يسمع اساسا بيعملوا ايه في هذا الجزء من الكوكب، ما عليك بتعمل ايه عندنا؟ يبقى ملهاش حل بقى غير ان انت جاي بس سبوبه. فلا هو غير موفق في بعض تصريحاته. طب انت تفتكر لما قلنا انه لعب بشكل عقلاني وبالشكل ده وانت لسه حالا قايل ممكن نشوف فرقه قويه للزمالك في بدايه الموسم، فعلا دي الطريقه اللي ممكن يوريها لنا بعد كده اللي لعب بيها في البطوله العربيه، يلعب بيها هنا ويبدا بقى يعني فتحه الصدر اللي بيلعب بيها والكثافه الهجوميه والفريق كله يهاجم والدفاع قبل ما يرد تاني في المرتد وقت ومساحات بقى في ظهر الدفاع عنده في الزمالك؟ هو متهيألي ان هو اتعلم من كذا درس، اتعلم من كذا درس، اهمهم كتير. طبعا درس الاهلي في الماتش بتاع ختام الدوري، لانه براحته هو يشوف ان الديربي مهم ولا مش مهم، بس بالنسبه لنا احنا الديربي مهم جدا طبعًا. بالنسبه للمصريين والوطن العربي كله، الناس فرق على ماتش الاهلي والزمالك. ف وهو نفسه وقع بلسانه قبل ماتش الاهلي والزمالك ده اللي الاهلي كسبه 3-1، مش 3-1 صح؟ 4-1 ناس نسيت جون شريف اللي في الاخر. قبل المباراه دي في المؤتمر الصحفي كان كسبان المقاولين باين 6 حاجه كده، كسب المفاز على المقاولين صح، كان كسبان المقاولين 6 وكان داخل على ماتش الاهلي. ففي المؤتمر الصحفي بتاع بعد مباراه المقاولين وقبل الاهلي قال كده، قال انا مبسوط قوي بالاداء وبالنتيجه وبغزاره الاهداف وبفهم اللاعبين للخطه وكذا، وهذه هي الفرصه، ده بلسانه، اللي هنثبت فيها ان احنا قادرين على منافسه الاهلي لاختبار انفسنا. قال كده، قال هذه هي فرصة مناسبة جدا لاختبار انفسنا اننا قادرين على مواجهة الاهلي وقادرين على مواجهة الكبار. فانت عارف ان الماتش مهم وعارف ان الاهلي من الكبار وان دي فرصة الناس هتمتحنك فيها وتشوف انت بقى جاهز للكبار ولا لا، فعمل مصيبة. فكان درس قاسي، كان درس قاسي كده. طلع بعد الماتش وحب يهون، قالك انا شايل المسؤولية وما تلوش اللعيبة ومش عارف ايه وبتاع، بس الكلام ده ما يهونش، هو عمل جريمة في الكورة يعني. فانا متهيألي ان هو اتعلم من الدروس، فالموسم الجديد هيبقى اكثر رزانه وهدوء في الاندفاعات والتهورات والاختراعات ان شاء الله لما يبدا الموسم الجديد. لاني بس العنصر الاساسي بقى الاستقرار الاداري، العنصر الاساسي انت قلت لي او انا قلت لك وانت اثنتي على الجمله انه احتمال يبقى الدنيا تمشي وكلمه تمشي ونلاقي فرقه قويه لنادي الزمالك في الموسم الجديد، خاصه انك اشدت بالناس اللي صعدهم. تمام، المشكله فين بقى؟ الاستقرار الاداري، الاستقرار الاداري انه يلاقي لعيبه يلعب بيهم. ما هو ده اللي بقى كنت لسه اقوله لك، الصفقات اللي هو محتاجها. لا صفقات ايه يا عروسه؟ اللعيبه اللي هتستنى تكمل. ايوه صفقات مين؟ احنا بنتكلم في صفقات، احنا بنتكلم بس انه يمسك في اللي قاعد. نيجي للعيبه اللي المفروض ان شاء الله تكمل مع الزمالك علشان تفضل الزمالك قوي. انا بتكلم في ايه؟ بتكلم طبعا. مش بنتكلم دلوقتي في صفقات جايه، انا لا بتكلم بس على اللي قاعدين، انه نمسك في اللي قاعدين عشان نعرف نلعب بيهم الموسم اللي جاي. ما هو رغم ان انا كاهلاوي اللي كلنا سامعينها ما تتمناش ده اكيد. ايه ما تتمنى تحبش ده؟ لا اتمنى ده طبعا كاهلاوي. كاهلاوي ما تحبش انه الزمالك ممكن انا اتكلم عن نفسي. انا اتفضل اتكلم يعني عن مش نفسي. جايبك تعبري عني. اتفضل. ايه اللي ما تحبش انا اللي اقول احب وما احبش؟ انا بكملك الجمله ليه بمعارضه ايه؟ اتفضل كمل الجمله. ايه السقاله دي؟ انا مش سقيله. ده انت سقاله مش سقيله، انت سقاله. انا كاهلاوي المفروض افرح ان الزمالك عنده مشاكل اداريه وبيتفرغ من لعيبته، وان فتوح ممكن يهددهم بفسخ التعاقد وانه يمشي، وان زيزو على كف عفريت، وان مش عارف مين على كذا. فالمفروض كاهلاوي افرح، منافس والخصم التقليدي بتاعي بينهار ولعيبته ممكن تجيلي، لكن انا بقول لك انه على العكس، لا انا مش فرحان. انت عايز منافسه، انت قلت الكلام ده بعد الماتش الديربي فورا. طبعا عايز منافسه، وعايز القطب الثاني في مصر والكيان الكبير في مصر يفضل ماسك نفسه، لانه مش بس قصه بقى اهلي وزمالك كمان، احنا هنا بنتكلم على الكره المصريه بالظبط، قوام منتخب، ده اللي هيقوي الدوري، سواء منتخب اول او منتخب اولمبي او منتخب ناشئين او كذا. فانا مش عايز قلعه كبيره زي القلعه البيضاء تنهار والاقي مره واحده مفيش لعيبه ومفيش فلوس ومفيش اداره ومفيش لا. طب انت سامع اكيد دلوقتي وشايف المشاحنات اللي حاصله دي كلها، بان الرموز اللي كانوا السبب بصراحه وعملوا كده رموز ولاعيبه قدامه الزمالك.
رموز لعيبه قدامى ومجلس اداره وكل ده. الزمالك هيستحمل المشاحنات دي كلها؟ اه استحملها؟ اه الزمالك اصله يعني انا عندي ايمان راسخ. انا بتكلم كالوضع الحالي. انا بفهمك يا بابا، انا عندي ايمان راسخ بمناعه الفرق الكبيره. مناعه. عارف زي جسم الانسان كده، في الانسان الحمد لله اللي صحته كويسه بيبقى عنده مناعه قويه. مهما المرض يهد ومهما الفيروسات والامراض تهجم عليه، عندك ثقه في مناعته انها هتقدر ممكن توقعه شويه ترقده شويه كذا، لكن هيصطب طوله تاني. كذلك الانديه الكبيره. الانديه الكبيره زي الجمله الشهيره اللي بنسمع عنها اللي هي تمرض ولا تموت. تخش في دوامات اداريه ومشاكل فنيه واقرار وكذا وكذا، لكن في كيان. النادي ده مش ما اتعملش اول امبارح. وعنده بطولات وتاريخ ولعيبه ورموز واساطير. الكلام ده كله مش ببلاش، الكلام ده يحافظ على الكيان، عامل زي كده، عارفه لما كنا بنهزر في 2011 على فكره الدوله العميقه في مصر؟ الدوله العميقه اللي كانوا بيهزروا عليها دي هي اللي حافظت مصر من الانهيار والفوضى، وانها تروح زي دول كده راحت وما رجعتش لحد دلوقتي. فالانديه الكبيره كذلك عندها من الاسس والدعائم اللي راسخه في الارض، ان مهما الاعاصير كانت قويه تهزها وتدوخها وتمطوحها بس ما تقلعهاش من جدرها. فلا الزمالك هيبقى تطول مده او تقصر بقى على حسب الزملكاويه المخلصين من ابنائه. يمكن هو ده سؤالي. الحكايه مش مستحمله قصور. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله يحفظنا جميعا. يلا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. اهلا بيكم ورجعنا تاني. استاذ تامر. نعم. بيراميدز، انعم الله عليك. بيراميدز صفقات قويه، ولسه حالا دلوقتي اعلن رسميا ضم مهند لاشين كمان. ايوه، رضا بوبو، يوسف اسامه نبيه، سيف فاروق جعفر. صفقات قويه، بدايل على الدكه قويه جدا، مدرب مخضرم باتشيكو. واضح ان بيراميدز كده داخل على الموسم الجديد ويعني ناوي على اول القابه، ولا تفتكر انه مش هيتعب الاهلي كتير؟ لا، البيراميدز بيجز. عارف يعني ايه بيجز؟ عارفه يعني ايه بيجز. اللي بيحصل ده اسمه جز، ده اسمه سن سنان. اللي بيحصل ده بيراميدز بيعمل، وده حقه يعني. انا بتكلم كل الكلام ده وانا مش بنتقد، لانه ده حقه طبعا. بي 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 بيمتلك الان ترسانه من الاسلحه الكرويه القويه والمهدده. اضيف على كلامك كمان قوه الدوري والمهدده. المهدده يعني الانديه المنافسه لازم تاخد بالها. بيراميدز كان من الانديه القويه خلال السنتين اللي فاتوا. كان من الانديه القويه، وكان سكواد وقايمه واساسي ودكه ثقيله، ولكن لم يصعد لمنصات التتويج. حلو. ده كان بالتشكيله الجديده والفكر الجديد اللي موجود دلوقتي، اللي هو انا سميته كده جز، اللي هو سن سنان. هيتحول بيراميدز من نادي ثقيل قوي الى نادي منافس بقوه. منافس يعني مهدد، يعني التشكيله دي ما ينفعش ما تجيبش دوري، ما ينفعش ما تجيبش كاس، ما ينفعش تلعب بقوه جدا في بطوله افريقيا. هتقولي لي ايه الفرق؟ ما هو كان عنده تشكيله قويه ودلوقتي عنده تشكيله قويه. هقول لك فرق صغير. خدوا خبره؟ الخبره دي جزء طبعا، انه اكتساب الخبرات في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، سواء في المنافسات الافريقيه او هنا، ولعبوا نهائي سوبر مع الاهلي وطالعين تاني الدوري مع الاهلي، فدي خبرات مهمه، والمنافسه والالقاب بتيجي من تراكم الخبرات، فده عنصر مهم انت قلتيه. بس في فرق كبير ما بين بيراميدز قبل كده وبيراميدز دلوقتي، ان قبل كده بيراميدز كان بيشحن لعيبه بس بدون وضع خطه، بدون رؤيه. اوكي تمام. بيشحن لعيبه يعني ايه؟ يعني في لعيب جامد في الاهتوه. كينو من مش عارف ايه اهتوه، باريس سان جيرمان مثلا. برافو عليك. فكره باريس سان جيرمان اللي بيبطلها دلوقتي. ايوه، باريس سان جيرمان دلوقتي فعلا اول مره اداره باريس سان جيرمان دلوقتي تبطل الحكايه دي. لا، امبابي عايز يمشي يمشي، نيمار عايز يمشي يمشي يمشي. انا مش بكدس لعيبه، لان انا لما كدست لعيبه ما عملوليش حاجه. بالظبط. دفعت فلوس واتخرب بيتي كميزانيه، وفضلت بقى بكسب الدوري اللي انا بكسبه من 70 سنه.
ما عملتش اي حاجه، ولا رحت الشامبيونز ليج، ولا رحت كاس العالم للانديه، ولا عملت اي حاجه، مش زي مانشستر سيتي خالص خالص. فالفرق دلوقتي ان اداره بيراميدز بقى عندها قدر من الرشد، انه مش تجميعه والسلام، لا ده تجميعه وفقا لرؤيه. تمام. واللعيبه المحليه هي اللي هتعرف تكسبني. لو بعد كل الكلام الحلو ده، استني بس الجمله دي مهمه. اه اللعيبه المحليه هي اللي هتعرف تكسبني. ليه؟ لان هي اللي عندها اكثر درايه بضروب الدوري المصري وعندها خبرات فيه، وعندي تجميعه بناء على المراكز المهمه اللي انا محتاجها في رؤيتي وخطتي وتشكيلتي بناء على توظيف باتشيكو. فمش تجميع والسلام. عشان كده بقول لك اهو، واسمعي الكلام ده انا بقوله اهو في شهر اغسطس ولسه الموسم الجديد ما ابتداش. بيراميدز مهدد كبير في الموسم اللي جاي محليا وقاريا. طيب بعد كل الكلام الحلو ده برضو، ولقينا بيراميدز خرج بدري من افريقيا وما نتمنالوش اكيد، وما خدش ولا بطوله، يروح فين؟ يروح خلاص. لا ما خدش ولا بطوله. يروح خلاص بقى، يبقى المشروع ماشي غلط. مش ده مشروع ولا ده نادي عام كده؟ لا طبعا مشروع، والمستثمر فيه عايز يكسب اكيد، وعايز يعلي الاسم بناء على البطولات. مشروع استثمار رياضي. مشروع استثمار رياضي يعني عايز حاجتين. عايز فلوس، استثمار، انا بستثمر مش بخسر. المفروض بالظبط، مفيش حد بيستثمر عشان يخسر. فاستثمار رياضي معناها ان انا عايز فلوس، بحط فلوس عشان يجيلي فلوس اكتر، وعايز بطولات. فلما احط كل الفلوس دي وابقى ماشي غلط شويه فالدنيا ما تظبطش، فصلح زي السنه دي كده اهو، وبرضه ما تظبطش، يبقى المشروع فيه حاجه غلط. طب ده نادي بيراميدز اللي هو فيه استثمار، النادي الشعبي اللي له جماهيريه كبيره زي نادي الاسماعيلي. اتفاجئنا دلوقتي طبعا كابتن حمزه الجمل انقذه من صراع الهبوط كالعاده. جه كابتن ايهاب جلال تولى قياده الاسماعيلي. وللاسف ما فيش صفقات هيقدر يعقدها، هيضطر يعتمد بشكل اكبر على الناشئين. هل يا ترى كابتن ايهاب جلال هيقدر ينجح في ده، ولا بعد كام اسبوع من الدوري هنلاقي توجيه الشكر لكابتن ايهاب جلال؟ تتوقعي؟ التوقع صعب، بس رؤيتي انه ايهاب جلال مدرب كبير. بس ما اعتقدش ان هو اصلح واحد لاداره الاسماعيلي. انا كان نفسي الحقيقه حمزه جمال. هو ليه كابتن حمزه كل سنه بنسال نفس السؤال؟ عشان زمار الحي لا يطرب. اكتفي بالاجابه دي. زمار الحي لا يطرب ولا كرامه لنبي في قومه، للاسف. طب هو في مثل بيقول يا استاذ تامر انه الشغل ما بيقفش على حد، بس جوده الشغل بتختلف. الكلام ده نعرف نطبقه على كابتن سيد عبد الحفيظ؟ طبعا سيد عبد الحفيظ تمرس في المكان ده وخد خبرات عظيمه، بخلاف طبعا مزاياه الشخصيه يعني. بس سيد عبد الحفيظ ما كانش كده اول يوم مسك فيه منصب مدير الكره في الاهلي. خد خبرات واتعلم من تجارب ومواقف، واخطا في حاجات وما اخطاش في حاجات، فبالتالي خد كم هائل من الخبرات خلاه في وجهه نظري المتواضعه افضل وانجح مدير كره في مصر. افضل وانجح مدير كره في مصر. فبالتالي لازم تديله حقه وتقول ان هو خدم الاهلي كتير وكان شريك اساسي في الانجازات اللي حصلت على مدار الست سبع سنين اللي فاتوا. لكن سنة الحياة التغيير. طب هو تغيير كوادر ناجحة يعتبر جزء من التطوير؟ ربما. انت في بعض الاحيان في شركات استثمارية ضخمة وشركات مالتي ناشونال، بتيجي مرة مدير او مدير قطاع او ماسك ملف معين ويبقى ماشي كويس جدا، وتفاجئي ان مجلس الادارة وجه له الشكر وحطه في مكان تاني وجاب حد جديد. فالناس كلها تستغرب تقول يا جماعة ده الراجل ناجح ومحقق ارقام، ناجح ومعاه ارقام في اللي انتوا شايفينه. لكن مجلس الاداره عنده رؤيه ان المرحله دي خلصت وفي مرحله جديده فيها اهداف جديده واليات جديده تتطلب كوادر جديده. بصي للصوره مش من زاويتك. بصي في زاويه صانع القرار اللي عنده الرؤيه الاوسع. طيب كابتن خالد بيبو احنا عارفين انه كادر يتم تجهيزه من فترات طويله، والراجل حقيقي بيعمل دراسات يعني انا اشهد. تمام. هل يا ترى ده الوقت المناسب اللي كابتن خالد بيبو يتحمل منصب زي منصب مدير الكره في الاهلي؟ الوقت المناسب يو نيفر نو، يعني ما تقدريش تعرفي، لان وقت ما سيد عبد الحفيظ مسك مدير الكره في الاهلي كان سنه صغير وخبراته لسه قليله، والناس قالت نفس الكلام في البدايه. ليه سيد عبد الحفيظ واشمعنى سيد عبد الحفيظ؟ ثم اثبت انه
تجربة ممتازة، وزي ما قلت لك أصبح أحسن وأنجح مدير كورة. فبالتالي لا يمكن تقييم التجربة في البدايات. خالد بيبو زي ما أنت قلت تجهز كويس. اللي فاضل بقى عليه يا إما يثبت إنه كفء وأهل للمنصب ويعمل نجاحات ويستمر فيها، يا إما لا يوفق ويبقى ساعتها الاختيار ما كانش موفق ونشوف بديل. طيب هو احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي اتفاجئنا الجمعه اللي فاتت، طبعا كلنا عارفين انه عمل هجوم على صفحته الرسميه على الجمهور اللي بيهاجمه. احمد عبد القادر انضغط زياده عن اللزوم الجمهور ولا ما كانش ينفع كلاعب في النادي الاهلي، ودي جديده علينا شويه، انه اساسا يرد على الجمهور؟ طبعا طبعا خطا كبير وقله خبره وقلة ضبط نفس وضبط انفعالي لازم يتعلم منه، ودي تاني غلطة. تاني غلطة. تاني غلطة. التالتة بفورة عبد القادر. عبد القادر محتاج. فاكرة أول غلطة ولا مش فاكرة؟ مش فاكرة. لا فاكرة بس يعني ما ملوش لزوم نفتحها دلوقتي. لا مش فاكرة. لا مش قصدي خالص. لا مش قصدي خالص. وإيه مش قصدي خالص؟ طب أنا بقول لك مش فاكرة هفكرك بيها، ما فيهاش حاجة، إحنا إخوات يعني ونفكر بعض. أول غلطة تشويحة مارسيل كولر. أيوه. لا مش دي. ماتش الهلال. تشويحة مارسيل كولر لما بعد ماتش الهلال كولر ماسكه من ايده عشان يروحوا يحتفلوا مع الجمهور، قام منزل ايده كده وقام طالع على اوضه بس اللبس. اعتذر له في نفس المباراه في نفس المكان. اصلا دلوقتي بتكلم ان اعتذر وما اعتذرش، انا بقول ان دي غلطه وتم مسامحته عليها. وكولر كان عظيم الحقيقه انه بعد المباراه مباشره سالوه قال لهم يا جماعه اللعيبه بتتصور مع الصوره وهو بيضحك وحاضنه، اللعيبه بتتنرفز وبتنفعل وبتاع وانا مقدر ودي غلطه واعتذر عنها والموضوع خلص. دي تاني غلطه ليها علاقة بعدم الخبرة وعدم ضبط النفس. اللاعيبة الكبار ما تركزش مع الجمهور، تسمع من الجمهور وتشيل الجمهور على راسها حتى لو بتشتم. يعني لو طبعًا. في الملعب لعبت كام لعبة وحش والجمهور شتمك، هتقوم رايح مش راضد عليهم وشاتم لهم ومشاور لهم وبتاع؟ لا. هو أساسا أحمد عبد القادر قد إنه يهاجم جمهور بحجم جمهور النادي الأهلي. ولا أي حد. خاصة هو محتاج يكون له ضهر. ولا أي حد يا ولاء، لا الخطيب، الخطيب عمرك شفتي خطيب؟ لا طبعا لا لا. مش فيش حاجة اسمها قد. ليه علاقة بان انت لاعب مالكش دعوه، الجمهور ده سيدك وسيدي. الجمهور سيدك طبعًا. وسيدي حتى لو غلط فيا. طبعا. وانا هنا مش اعلامي، مش بطلع اقول كلام. مش في بعض المشاهدين بيطلعوا ينتقدوني والبعض بيشتم في الكومنتات وبتاع، اخش اشتمه؟ طبعا لا. سيدي وتاج راسي يا باشا، اعمل اللي انت عاوزه، انا دوري ان انا بعمل جهد يا رب يعجبك، لو ما عجبكش وشتمت حتى انا متقبل وهحاول احسن من نفسي واطور من نفسي. كل الناس اللي بتعمل في الخدمة العامة او في العمل العام كده، الجمهور سيدهم. احمد عبد القادر محتاج يطور عقليته وطريقه تفكيره ولا جدا. مهاراته في الملعب؟ عقليته الاول وبعدين جديته في الملعب، مش مهاراته، جديته. في فرق بين المهارات. مهارات هو حريف، مفيش حد مختلف على ما هو يوظف بقى المهارات دي ازاي. الجديه تمام. اللعيب الجد اهم من اللعيب الحريف. طب عندي سؤال، سمعتي بس الجمله دي؟ اللعيب الجد اهم من اللعيب الحريف، اهم من اللعيب الحريف واطول عمرا وبقاء في الملعب. هو جمهور السوشيال ميديا تعتقد انه بيكون موجه في بعض الاوقات؟ يعني بنسبه قليله، لكن الغالبيه العظمى لا يمكن توجيهها. الغالبيه العظمى لا يمكن توجيهها، عامل زي المد كده، لما تحسي الجمهور الاهلي حاسس بكذا تعرفي ان الاحساس ده صادق وحقيقي. فين المهاجم؟ ايه؟ المهاجم فين؟ أيوة الاهلي داخل على الموسم الجديد. والله صدقتي. معلش انا عندي حاجه واقفلي هنا. هو سوزا وجاكسون موليكا اللي خلقهم ما خلقش غيرهم؟ لا. خلق غيرهم بس ما اعرفش احنا ليه ماسكين في جلابيتهم كده ومش عايزين نسيبهم. وفي حاجه برضو كمان غريبه. مع ان انا هقول لك معلومه ما حبيتش اقولها يعني بس. اتفضل يا فندم. متشكرين يا فندم. اتفضل. تستاهلي كل خير. الله يخليك. ما تستغربيش. لو دخلنا الموسم من غير مهاجم؟ ما مش قادره بقى. اتفضل كمل بسمعك. ما تستغربيش لو سبت او حد فوجئت ان المهاجم موجود في القاهره والاهلي بيخلص معاه. مش هستغرب، انا هفرح. ومش افريقي. مش افريقي. شمال افريقي؟ ما اعرفش بقى. اقول لها مش افريقي تقول لي شمال افريقي؟ ايوه يعني مش من جنوب من الشمال، مالك زعلان ليه؟ انا قلت جنوب افريقي، انا قلت مش افريقي خالص. برازيلي تاني. دي واعيه الكلام؟ واعيه. ما انا مش ما نفسيش يبقى برازيلي بصراحه. نفسك ده لما اعزمك على عشاء، اتفضلي يا حضرتك. مالك انت برازيلي ولا ارجنتيني؟ نعم. طيب. اخر دقيقه. محمد صلاح. اخر دقيقه. محمد صلاح رفض 6 مليار عرض من الاتحاد، نادي الاتحاد.
يعني في مشروع الدوري السعودي اللي ان شاء الله ربنا يوفقهم فيه وينجح باذن الله. ايه رايك في العقليه دي او ايه رايك في رفضه للعرض ده؟ راسي راسي، اصل المشروع لسه بيبدا. ماشي راسي. اتفضل. بس خلاص راسي، الاجابه خلصت. محمد صلاح راسي. كنت تتوقع تشوف ماني وانت شايفه كده في ليفربول يروح بايرن، يخرج من بايرن من غير بصمه على الدوري السعودي؟ مش راسي. مش راسي. طب انا بقى محتاجه دي لنفسي انا، لان انا السنه اللي فاتت ماني خرج، ليفربول وقع واسوأ مواسم ليفربول تامر امين. ليفربول هيعمل ايه السنه دي؟ هيشد بس مش هيكسب. هيشد؟ يعني مش هتلاقيه بالسوق بتاع الموسم اللي فات. هيشد وهينافس بس مش هيكسب. اخر سؤال، مانشستر سيتي خسر كاس الدرع الخيريه قدام ارسنال، هيلعب ان شاء الله السوبر الاوروبي قدام اشبيليا، تتوقع له ايه؟ سيتي هيكسب؟ السيتي في الجد ما بيهزرش. طب ما هو كاس الدرع الخيريه كان جد. درع. ما كانش جاهز. وخيريه. شكرا. بيسلمي لي على خيريه وانت خير. الله يسلمك. شكرا.